بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن ماجلان، اسمها جميل خالص، يعني ماجلان الراجل اللي هو مش عارف اكتشف ايه ده. يعني كانت واحدة من ضمن التولز اللي بيوفرها لي فاونديشن. انا ما اظن انا حد مثال ليها، بس مش الاستيكي، احنا بس هنحاول نتكلم عن الفكره، والفكره كده كده اصلناها قبل كده في كورس الاتش تي ام ال. الفكره كلها بان انت بتعمل انترنال لينكينج، بتجهز روابط لما تضغط عليها توديك لاماكن معينه في الصفحه بتاعتك بس، فانت بتربط بالهاش. يعني لو انا ضغطت على ستيكي نافيجيشن هيلاقي ينزلني للفقره اللي اسمها ستيكي نافيجيشن، لو انا ضغطت على جافا هيلاقي ينزلني للفقره اللي اسمها جافا، لو انا ضغطت على سيت اب هتلاقي طلعني للفقره اللي اسمها مش عارف مين. طبعا احنا مش هنحاول نحاكي الموضوع ده بالظبط، لان الموضوع ده فيه ستيكيهات، والستيكيهات لسه ان شاء الله باذن الله الحديث عنها هيجي في المستقبل. احنا بس هنحاول نوصل الفكره او المفهوم العام للموضوع ده يا جماعه. رايت اوكي، ها احنا عايزين نعمله ايه؟ هو في الاول خالص علشان نبتدي، الموضوع بيتكون من بعدين، فاهمني؟ يعني انت بتحاول تجهز قائمه افكار، او بمعنى ادق خريطه محتويات. الخريطة دي هتربطها بأجزاء معينة في الصفحة، فأنت محتاج حاجتين. النقطة الأولى محتاج قائمة تحط فيها الأفكار، والنقطة الثانية محتاج المكان اللي أنت هتحط فيه الأفكار دي. تمام؟ أوكي، يبقى متفقين، إحنا عايزين قائمة، وطالما في قائمة يبقى في يو ال، متفقين؟ جميل خالص. وطالما في يو ال يبقى في كلاس، والافتراضي إن أنا هحطه منيو، ماشي؟ ما في مشاكل. هنحط الكيورد الجميل خالص ده اللي اسمه ايه؟ الكيورد الجميل خالص اللي اسمه داتا ماجلان. يا رب اكون انا بنطقها صح، وهي يبقى لها او ما يبقالهاش يعني نطق غير النطق داتا يا جماعه. ماشي اوكي، الله المستعان. بعدين بتبتدي تحط عناصر ال LI بتاعك، وكل عنصر طبعا بيمثل لك فكره معينه، وكل عنصر هتبتدي تربطه ب انكور معين، رابط معين، وكل رابط من دول المفروض ياخد اتش ريفرنس من نوع معين. راجع كورس الاتش تي ام ال هتاخد بالك ان احنا كنا بندرج الرابط بالهاش او بالمربع. يا جماعه خلينا نقول مثلا ديت فيرست، ونفرض مثلا ايديا، دي الفكره الاولى، ده اسم ال خليني ماشي فيرست ايديا، خليني اعمل كده يعني. ديت هاخده كوبي، وده هيبقى اللينك نفسه، اللينك نفسه اللي هو هيوديني يعني. تمام؟ ده اسم الكلاس اللي هتربط بيه ده اللينك نفسه. خليني اكررها مثلا مرتين، ويخلي ديت سيكوند. تمام؟ وننسخها نوديها مكان فيرست في ثيرد اوكي. ديت اول نقطة، انا كده جهزت. لو انا عملت كنترول اس ورحت عملت ريلود، انا جهزت كده قائمة المفاهيم بتاعي. تمام؟ وكلها مربوطة بالهاش او بالمربعات. تمام؟ ناقص بقى الجانب التاني، اني احاول اربط الجزء ده بالمساحة من المحتوى. تمام؟ اوكي، وعلشان نبتدي نربط الجزء ده بالمساحة من المحتوى، انت محتاج تدرج كلاس ديفيجن يعني، وتديله كلاس سيكشنز، فاهمني؟ طيب يعني انت محتاج تدرج واسم اسمه ديف، واسم ديفيجن، والديفيجن ده يا جماعة هياخد كلاس مميز شوية، يمكن نكون ما كتبناهوش قبل كده، اسمه سيكشنز. سيكشنز تمام؟ وجوه سيكشنز ده انت بتبتدي تدرج سيكشن سيكشن. يمكن نكون الناس اخذت بالها من الوسم سيكشن اللي هو عنصر في اتش تي ام ال 5، لكن عادي الامور ماشي. كل سيكشن من دول هتبتدي تربط بالفكره الخاصه بيه. تمام؟ عن طريق ان انت هتبتدي تحط الاي دي. تمام؟ هتبتدي تحط الخاصيه اللي هي الاي دي، ادي اي دي بيساوي. والنقطة الثانية هتبتدي تحدد له النقطة اللي هي كانت عبارة عن داتا ماجلان تارجت، داتا سلاش ماجلان سلاش تارجت. الاي دي ده بيساوي التارجت اللي بيستهدفه. طيب بالنسبة للاي دي المفروض يكون النقطة دي خاصة بنفس الفكرة الأولانية. تمام؟ اوكي، ادي كنترول في، انا اعمل كنترول دي مرتين، والنقطة دي المفروض تبقى خاصة بالفكرة الثانية. ادي كنترول في التالتة، كنترول في. تمام؟ كنترول اس، هنا بتبتدي تحط الكونتنت بتاعك، المحتوى، النصوص، الافكار اقصد يعني، حبة النصوص.
وخليني في قفلة السكشن. بعد كل سكشن نهاية ابتدي احط مسطرة رأسية عشان الناس ربما تاخد بالها من موضوع الفرجة، او ان انا وصلت متأخر او خلصت السيشن ده يعني. ماشي. وبعدين هبتدي احط حبة النصوص. انا معايا اللوريم ابسوم، هاخد الشوية دول وابتدي احطهم. يعني انا كنص عشوائي ادي مثلا اعتبروها بعيدا عن قصة فقرة او كده يعني. ادي كنترول في وادي كنترول في. لو انا عملت كنترول اس رحت عملت ريلود، فانا معايا النقط بتاعي. تمام اوكي. وادي البتاع، لما اضغط على سكند منيو هيروح يوديني للسكند منيو، لما اضغط على ثيرد منيو هيروح يوديني للجزء الثالث بتاعي. تمام ماشي اوكي. هداية الجانب هو كتأصيلا في الكود عنده، هو كان كاتب في الداتا ماجلان تارجت، كان كاتب الكلاس اللي انت كنت محدده من فوق. انا بصراحة مش عارف هو كاتبه ليه اكزاكتلي بالظبط يعني، طالما في اي دي والاي دي مربوط بالاتش ريفرنس بالمربع، فهو كان عامل داتا مش اللان تارجت ورابطها بنفس الكلاس ده. انا بصراحة برضو مش عارف النقطة ديت ليه يعني. اما بالنسبة للستيكي نافيجيشن فديت ان شاء الله باذن الله هيكون في حديث مفصل عنها، ده بخصوص الكومبوننت ده او البلاجن ده اللي اسمه ماجلان، وده طبعا شور كود جافا سكريبت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.